الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على كتاب المعتقد الصحيح للعلامة عبد السلام البرجس رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: المعتقد الصحيح في الإيمان خمسة. ومن جملة اعتقاد أهل السنة أن الإيمان قول باللسان بأن ينطق بشهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، واعتقاد بالقلب بأن يجزم جزما قاطعا بصدق كلمة التوحيد، وعمل بالجوارح. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: كان الإجماع من الصحابة والتابعين كان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، ولا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. رواه اللالكائي في السنة. ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء وقال لهن: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لرب الرجل الحازم من إحداكن، فهذا دليل على نقصان الإيمان. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. رواه أحمد وغيره عن أبي هريرة. وإذا كان من اتصف بحسن الخلق فهو أكمل المؤمنين إيمانا، فغيره ممن ساء خلقه أنقص إيمانا. وليس الإيمان قولا وعملا دون اعتقاد، لأن هذا إيمان المنافقين. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وليس هو مجرد المعرفة، لأن هذا إيمان الكافرين والجاحدين. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وقال تعالى: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وليس هو قولا واعتقادا دون عمل، لأن الله تعالى سمى الأعمال إيمانا فقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لوفد عبد القيس: آمركم بأربع: الإيمان بالله، هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعتوا من الغنائم الخمس. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فمن تركها مطلقا فقد كفر. أجمع على ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن شقيق:
لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي. والتكفير حق لله، فلا يكفر أحد إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع المسلمون على تكفيره. فمن كفر أحدا بغير الكفر الذي قام البرهان الجلي عليه من نص الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة أو الإجماع، فهو مستحق لتغليظ العقوبة أو التعذير، إذ من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. رواه البخاري عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والكفر يقع بقول كفري ليس فيه خلاف معتبر، وكذا بفعل، وكذا باعتقاد، وليس من شرط الكفر الاستحلال. وفرق بين التكفير العام وتكفير الشخص المعين. فالتكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه، كقول الأئمة من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وقول ابن خزيمة رحمه الله تعالى من لم يقر بأن الله على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر حلال الدم وكان ماله فيئا. وتكفير الشخص المعين لا بد فيه من توفر الشروط وانتفاع الموانئ، فلا يلزم من التكفير المطلق العام تكفير الشخص المعين حتى تتوفر فيه شروط التكفير وتنتفي عنه موانعه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الإيمان وما يتعلق به. والإيمان عند أهل السنة والجماعة له مسائل عظام، له ثلاث مسائل عظام. أولها أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. أولها أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فلا بد من هذه الثلاث، فلا بد من هذه الثلاث، وبغيرها لا يصح الإيمان. لذلك أهل السنة والجماعة يذكرون الإيمان ويقولون هو ما اجتمع فيه خمس نونات، ما اجتمع فيه خمس نونات: قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. وبعض أهل العلم يقول الإيمان قول وعمل، وبعضهم يعبر عنه بقوله الإيمان قول وعمل ونية. وإذا قيل أن الإيمان قول وعمل فالمقصود بالقول قول اللسان وقول القلب، فالمقصود بالقول قول اللسان وقول القلب، والمقصود بالعمل عمل الجوارح وعمل القلب. أن الإيمان قول وعمل فالمقصود بالقول قول اللسان وقول القلب، والمقصود بالعمل عمل الجوارح وعمل القلب. أما قول اللسان فمعلوم، أما قول القلب فهو تصديقه ويقينه. أما عمل الجوارح فمعروفة. أما عمل القلب فهو حركته نحو المرادات، كحبه وبغضه وخوفه ورجائه.
وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الإيمان لا يصح إلا بالقول والعمل والاعتقاد. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الإيمان لا يصح إلا بالقول والعمل والاعتقاد. وأول من نقل هذا الإجماع هو الشافعي رحمه الله تعالى. المسألة الثانية من مسائل الإيمان العظام عند أهل السنة والجماعة مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. فالإيمان يزيد وينقص عند أهل السنة والجماعة، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا ومنها قول الله عز وجل: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ومنها قول الله عز وجل: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا ومنها قول الله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ومنها غير ذلك. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. ونقصان الدين هو نقصان الإيمان. ما رأيت من ناقصات عقل ودين. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا. والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وفعل المكروه وترك المستحب. والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وبفعل المكروه وبترك المستحب. إنسان كان يداوم على قيام الليل، ترك قيام الليل نقص إيمانه مع أنه لم يفعل معصية، وكان يداوم على صيام الاثنين والخميس، يترك هذا الصيام ينقص إيمانه، فترك بعض المستحبات ينقص الإيمان. والخلل الواقع على أهل البدع أنهم لا يثبتون زيادة الإيمان ولا نقصانه، فعندهم الإيمان شيء واحد، إما أن يبقى كله أو يذهب كله، لذلك الخوارج عندهم مرتكب الكبيرة كافر، فلا يرون أن الواحد قد يجتمع فيه إيمان وكفر. أما أهل السنة والجماعة فقد وافقوا نصوص الشرع ويرون أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الواحد قد يجتمع فيه إيمان وفسق، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. المسألة الثالثة عند أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان هي أن أهل الإيمان فيه متفاضلون،
هي أن أهل الإيمان يتفاضلون فيه، فمنهم المؤمن كامل الإيمان، ومنهم المؤمن صاحب الكبيرة، ومنهم ما دونه. فأهل الإيمان ليسوا على درجة واحدة. لذلك من المسائل المهمة التي تبحث في هذا الموضع مسألة الفاسق الملي، مسألة الفاسق الملي، فعل كبيرة من كبائر الذنوب وأصر عليها ومات عليها مع إيمانه. أما الخوارج والمعتزلة فإنهم يرون أن صاحب هذه الكبيرة يخرج من الإيمان، يخرج من الإيمان. الخوارج يحكمون بكفره، والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، وهذا في الدنيا. أما في الآخرة فقد اتفقوا على خلوده في النار، فقد اتفقوا على خلود صاحب الكبيرة في النار. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يرون أن أهل الإيمان فيه متفاضلون. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى دخول العمل في الإيمان، فلا يصح إيمان بلا عمل، فلا يصح إيمان بلا عمل. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. عبر بالإيمان عن الصلاة، ومنها حديث وفد عبد قيس أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالله، وفسره بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم. وكثيرا ما يعطف الله عز وجل العمل على الإيمان: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وإخراج العمل عن مسمى الإيمان هو قول المرجئة، هو قول المرجئة، فإن المرجئة طوائف، منهم مرجئة الفقهاء الذين يرون أن الإيمان يصح بلا عمل، يعني إنسان نقول عنه مؤمن لا يعبد لا يعمل أبدا، لا يعمل، لا يصلي ولا يزكي ولا يذكر الله عز وجل. وهذه المسألة وإن كانت نظرية ما يتخيل من أحد، يعني أحد يقول أنا مسلم لكنه لا يعمل أبدا. لذلك من المسائل المهمة مسألة تارك الصلاة، ومن المسائل التي يحدث فيها تشويش مسألة تارك جنس العمل، جنس العمل. هذه المسألة يعني بعض الناس يقول العمل شرط كمال، والعمل شرط صحة، ومن يترك جنس العمل فهو كافر وما شابه، هذه لا يحتاج لها الإنسان. طالب العلم يقول العمل من الإيمان، العمل من الإيمان، ولا يبحث وينظر في تلك الكلمات التي لم تكن موجودة عند السلف. ومن الأعمال ما تركه كفر كالصلاة، ومن الأعمال ما تركه كفر كالصلاة. الدليل على كفر تارك الصلاة كفرا أكبر ما أخرجه الترمذي رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن شقيق قال: ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون عملا، يرون عملا تركوا كفر إلا الصلاة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. والقاعدة الشرعية
هي أن الكفر إن كان معرفا بالألف واللام فلا يأتي في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كفرا أكبر. الكفر المصدر المعرف بالألف واللام لا يكون إلا كفرا أكبر، ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن المصدر من المشتقات هو الأصل، وإذا عرف المصدر بالألف واللام فإنه يدل على الاستغراق، وإذا عرف المصدر بالألف واللام فإنه يدل على الاستغراق، إذا عرف بالألف واللام فإنه يدل على الاستغراق، يعني استغراق جميع الكفر، فكفره كفر أكبر، كفر أكبر. أما غير المصدر من المشتقات إذا عرف بالألف واللام فلا يدل على أنه كفر أكبر، يعني اسم الفاعل إذا عرف بالألف واللام لا يدل على أنه كفر أكبر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ذكر ابن عبد البر وغيره الإجماع على أن الكافرون هنا ليست كفرا أكبر، ليست كفرا أكبر، واسم المفعول كذلك لا يدل على استغراق، والصفة المشبهة واسم الزمان واسم المكان واسم الآلة وغيرها من المشتقات. أما المصدر إذا عرف بالألف واللام فلا يكون إلا كفرا أكبر لأنه الأصل، والمصدر الأصل، وأي أصل، ومنه يا صاح اشتقاق الفعل كما قال الحريري رحمه الله تعالى. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر ترك الصلاة يدل على أن الكفر هنا كفرا أكبر، على أن الكفر هنا كفرا أكبر، وهذا هو الذي تشهد له باقي نصوص الشرع، باقي نصوص الشرع على أن تارك الصلاة، على أن تارك الصلاة كافر كفرا أكبر. أما غير الصلاة فلا يكون تركه كفرا أكبر، والكفر حق لله عز وجل. الاستحلال مسألة أخرى، إذا استحل كل ذنب كفر، لكن نحن مجرد الترك، يعني مجرد ترك الصلاة كفر، سواء تهاون سواء تكاسل سواء أنكر، فكونه يترك الصلاة ترك تام، وهنا مسألة مهمة، إذا تركها كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا هذا ليس كافر عند الجمهور، أما من يتركها تركا كليا هذا كافر كفرا أكبر عندهم. التكفير حق لله عز وجل، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو فعل شيئا أجمع المسلمون على كفره، أو فعل شيئا أجمع المسلمون على كفره. أما من كفر بغير مكفر، أما من كفر بغير مكفر فإنه يستحق العقوبة، فإنه يستحق العقوبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام من رمى مسلما بالكفر، رمي المسلم بالكفر كقتله، فمن رمى مسلما بأنه كافر كان كمن قتله، من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، فمن رمى مسلما بالكفر يستحق العقوبة كأنه قتله، كأنه قتله. ومن المسائل المهمة في مسألة التكفير التفريق بين تكفير العموم وتكفير التعيين. قد يكفر الإنسان بالأفعال، قل من فعل كذا فهو كافر، أما المعين فإنه لا يكفر إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع. قد يفعل إنسان شيء ولا يتوفر، يعني لا يكون عالم بأن هذا الشيء ممنوع في الإسلام، قد يفعل شيء ويكون هناك مانع من تكفيره به، فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. نعم.
قال المصنف رحمه الله: المعتقد الصحيح في كفر من وقع في الكبائر. 6. ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة أن جميع الذنوب سوى الإشراك بالله تعالى لا تخرج المسلم من دين الإسلام إلا إن استحلها، سواء فعلها مستحلا أو اعتقد حلها دون أن يفعلها، لأنه عندئذ يكون مكذبا بالكتاب ومكذبا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك كفر بالكتاب والسنة والإجماع. وكل ما دون الشرك من الذنوب لا يخلد صاحبها في نار جهنم، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فنصت الآية على أن صاحب الذنوب إلى مشيئة الله تعالى إلى مشيئة الله جل وعلا، إن شاء تعالى عفى عنه بمنه وكرمه، وإن شاء أدخله النار بقدر ذنوبه ليطهره بها، ثم يخرجه منها بتوحيده فيدخل الجنة. وقد سمى الله في كتابه بعض الكبائر كالقتل والبغي، وأثبت الإيمان لأصحابها فهم مؤمنون بإيمانهم فاسقون بمعصيتهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فأثبت تعالى الإيمان للقاتل والمقتول من المؤمنين، وأثبت لهم أخوة الإيمان. ولا منافاة بين إطلاق الفسق على العمل أو عامله، وتسمية العامل مسلما، وجريان أحكام المسلمين عليه. وقصة الصحابي عبد الله حمار التي رواها البخاري في صحيحه غاية في توضيح ذلك، حيث إن عبد الله حمارا شرب الخمر، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحد الصحابة رضي الله عنهم: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. فلم يخرج من الإسلام بمجرد هذه الكبيرة، بل قد أثبت له الإيمان مع وقوعه في هذه الكبيرة. وبيان ذلك أن كل من الكفر والشرك والظلم والفسوق والنفاق جاءت في نصوص الشرع على قسمين: أكبر يخرج من الملة لمنافاته أصل الدين بالكلية، وأصغر ينافي كمال الإيمان ولا يخرج صاحبه منه. وهذا تقسيم للسلف رضي الله عنهم، فقد أثبت خبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما أن هناك كفرا دون كفر، وظلما دون ظلم، وفسوقا دون فسوق، ونفاقا دون نفاق. فالله تعالى سمى من دعا غيره كافرا ومشركا وظالما. قال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الظالمون. وقال الله تعالى: إنه لا يفلح الكافرون. وقال الله تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. وقال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال الله تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فهذا في الكفر الأكبر والشرك الأكبر والظلم الأكبر والفسق الأكبر الذي لا يجتمع معه إيمان. وقال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فهذا في الكفر الأصغر والشرك الأصغر والظلم الأصغر والفسق الأصغر، وهذا يجتمع معه إيمان كما نص على ذلك الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف، وهو ينقص الإيمان وينافي كماله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الاعتقاد الصحيح في من وقع في الكبائر.
وهو أن أهل السنة والجماعة يفارقون ويباينون أهل البدع فلا يكفرون أصحاب الكبائر، فلا يكفرون أصحاب الكبائر إلا إذا استحلها صاحبها. فمن استحل معصية سواء كانت كبيرة أو ما دونها فإنه يكفر بالاستحلال لا بفعله للكبيرة، فإنه يكفر لاستحلاله لا بفعله للكبيرة. والمستحل للمعاصي مكذب لله عز وجل، مكذب لله عز وجل ومكذب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالاستحلال يستلزم كفر التكذيب، وكلاهما كفر بالله عز وجل. فالاستحلال يستلزم كفر التكذيب، وكلاهما كفر بالله عز وجل. أما أهل السنة والجماعة فيعتقدون أن ما دون الكفر بالله تعالى، أن ما دون الكفر والشرك بالله عز وجل فصاحبه تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل يوم القيامة عذبه بذنوبه، وإن شاء الله عز وجل عفى عنه. وهناك عشر أمور يكفر بها عن أصحاب الكبائر، وهناك عشر أمور يكفر بها عن أصحاب الكبائر ذكرها شيخ الإسلام وابن القيم تبعا له في مواضع من مصنفاتهم، في مواضع من مصنفاتهم. وصاحب الكبيرة لا يكون كامل الإيمان، لا يكون كامل الإيمان، بل هو مؤمن ناقص الإيمان، بل هو مؤمن ناقص الإيمان، ولا منافاة بين أن يجتمع في المرء الواحد فسقا وإيمانا فيكون فاسقا بكبيرته، أن يجتمع في الواحد فسقا وإيمانا فيكون فاسقا بكبيرته مؤمنا بإيمانه. والدليل على ذلك الحديث الذي أورده المصنف، وهو حديث عبد الله حمار الذي كان يشرب الخمر ويداوم على شربها، منع النبي صلى الله عليه وسلم من لعنه، وأثبت له محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الشرك والكفر والفسق كل منها ينقسم إلى قسمين، كل منها ينقسم إلى قسمين، إلى أكبر وإلى أصغر. فالأكبر من الشرك والكفر والفسق لا يبقى معه أصل الإيمان، فالأكبر من الشرك والكفر والفسق لا يبقى معه أصل الإيمان، والأصغر من الكفر والشرك والفسق لا يبقى معه كمال الإيمان، لا يبقى معه كمال الإيمان. وهذا التقسيم تشهد به أدلة الكتاب والسنة، وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى منها جملة: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.